security plus chapter 3 security architectures strategies of protecting data data it is a very important asset our asset number one in the it so it's very important to protect data so today we're going to talk about how to protect data, how do we protect data? لانه البيانات كنا اهم حاجه في ال في في التكنولوجي لما نقول بيانات انا نعني اشياء كثيره جدا اي حاجه انت بتشوفه في 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 النت او في السوشيال ميديا او في النتورك تعتبر بيان اذا بيجي الصوت او الصوره او تكس so, لما نقول داتا بشمل كل الاشياء دي طيب هذه كلام عن type uh, data type أنواع البيانات، نيجي نشوف الclassification data classification كيف نصنف البيانات، ونيجي نشوف the uh, general data co considerations، بعد كده نيجي نشوف method of securing data. طيب الـ Data Type أنواع بتاع البيانات regulated ذات secret interaction property legal information financial information human and non-human readable كل أنواع من شنو البيانات تنشف واحد كل واحد على حدة طيب الـ regulated data controlling by the laws, regulations, or industry standards. أي داتا محكومة بقوانين أو ب... بإجراءات أو ب بقو... regulator بتاع قوانين بتاع الشركات تعتبر من ال data. Compliant requirements. طيب ال regulated data إن النوعين general data protection regulations or gdpr. Yeah. we in the health insurance availability and you know, accountability act. we call yeah, I mean, it health insurance, insurance productability Pro and accountability act for, for hipa in the united states. كل الحاجات اللي عنده علاقه بالمديكال لازم يكون اندر هيبا يعني زي منظمه كبيره جدا فبقوم بنظم كل الحاجات اللي عنده علاقه بي بي بالصحه Insurance للادويه للفحوصات كل مربوطه بهبا فانت لما ترجع اي حاجة انت دار تعرفه بالضبط القانون شنو او مسموح ما مسموح شنو بتاع ترجع هبة طيب التريت سيجريت ده يعني بيقول له شنو بالعربي هلا هلا What's the cigarette in Arabic? اللهم صل على الرسول ده ال سر المحنة ولا سر التجارة حاجة زي ده طيب Conf... confidential business information yes business information بيانات الشركة كويس given comparative edge uh, manufacturers زي شنو manufacture process يعني انت عندك لو عندك شركة أو عندك مصنع العمليات البروسيس بتاع المصنع ده تعتبر تريت سيكريت ده سر المحنة بتاع الشركة ده إذا أخذنا مثلا ماكدونالدز عندهم سر المحنة في الخلطة بتاعهم مش في الأكل بيرجر كينج عنده سر المحنة في الخلطة بتاعهم فده ما بكون موجودة في النت ولا بكون موجودة عند الشخص بكون السر بتاعه في الـ الشركة فده تعتبر تريت سيكريت لأنه إذا أنت عرفت الخلطة خلاص يعني ممكن تمشي تعمل نفس الاكل بنفس المذاق بتاع ماكدونالدز او مثلا قول في الكوفي مثلا ستاربك أو, او 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 دانكن دونالدز كل واحد عنده سر بتاع محنه بتاع العمل بتاعه فانت لما تشرب كوفي من ستاربكس تعرف انه ده كوفي مصمم في ستاربكس اذا لقيته في اوفر سيز او أو في يونايتد المتحدة أو في يوروب مهما يكون أنت ما بتقدر تعمل نفس الكوفي لأنه إنه السر بتاع الخلطة بتاعهم ما بدو لأي شخص ده تعتبر تريت secret كويس ذا مانيفاكشر بروسيس لأنه إذا أنت بتقدر تعمله أي شخص معناه خلاص الشركة شنو يعني فرانجايز ما في أي شخص ممكن يعمله خلاص يعني الشركة ما بكون عندهم عشان كده تلقى مع اسعارهم غالية وبيحتفظوا بسر المهنة بتاعهم طيب تعالي عندنا ال marketing strategies الطريقة بتاع marketing proper software فالماركتنج استراتيجي بتاع اي شركه بيختلف شنو نو حسن ايفونز او سامسونج كل عنده استراتيجي برا لكن استراتيجي ده تعتبر شنو تريد سيجريت فاي شخص بيعمل شركة بتاعه بكون عنده سر المهنه ده ما ببوح ولا اي شخص اوكي legally بروتكتد from unauthorized or right disclosures result of بكون okay. محميه من الشخص يقدر يخش على او الشخص يقدر شنو يسرب التسريبات محمية وتسريبات حتى انت لو شغال ما 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 بتعرف الحاجات دي الا تكون هاي بروفايل طيب انتر اكشوال بروبرتي طيب كرييشن اوف ذا mind ده بالعربي يقول له ولا يقول له شنو يا رب ال... ال ال شنو الفكرية سمسين فكرية بسموه حقوق الطبع حقوق ال الحقوق ملكية الفكرية <applause> مش كده؟ ملكية ملكية يس يس بقول ملكي ملكية ثانك سو ماتش الملكية الملكية الفكرية يعني أنت عندك فكر معين عندك اختراع معين تمشي تسجله عندك ألفت كتاب معين أو اخترعت شيء معين بكون مسجلة باسمك فده بيسموه Interactual Property بيسموه خلي بالك ده ما ما ما, ما زي IP الإنترنت انترنت بروتوكول كويس ف... ف ربنا خلق اي شخص يعني اداه عقل كله ثلاثة باوند وحاجة لكن يعني اي شخص عنده ال... عنده الملكة الذاتية ممكن يألف ممكن يعمل ممكن يعمل لكن هل انت استغليته؟ ده السؤال الكبير هنا يعني يعني ما في زول غبي ولا في زول دام or something like that. But... هل انت استغلت اجلك عشان تقدر تنتج تقدر تبدع تقدر تبتكر لازم تشتغل عليه شويه مش تقرا وتبحث وكده يعني الناس اللي بقلفوا وال والبنتجو والبيبتكروا مش هم فرق من باقي الناس لكن بيجتهدوا بس لأنه كلنا عندنا نفس الأجل فالأجل ده إذا أنت سخرته بصورة بصورة يعني صحيحة يعني unlimited غير محدود بيعمل حاجات غير محدود وإذا نمت بيه بنوم بيجي يعني خليته lazy will be أوكي okay. so إذا عملت أي design برضو ألفت أي كتاب اللي بسموه أنت بسموه IP Interactual uh, Property ده بكون جس يعني تسجله باسمك تاني ما في حد بيقدر بيقول كده حتى الكتابة انت لو كتبت النص معين شخص ما ما مصر عنه يعمل كيس اند كوبي يشيل يطبع بس كده دايركت مقال بس يعمل كيس اند كوبي يعني لازم يكون لك امانه ده ما حقك انت ده حق شخص اخر انت الف حقك او تعمل بين كوتيشن مارك تو كوتيشن مارك وتكتب المصدر بتاعه خليه بين تو كوتيشن مارك عشان الناس يعرفوا انه الكلام ده ما, ما كتبته انت لكن الناس كتار جدا بينقلوا الحاجات بس بيجيبوه كده عشان كده في الجامعات في عمليه السيتيشن فانت لما تقدم بحث يدخلوه في مشين في بروجرام بقوم بيشوف هل انت الكلام اللي كتبته ده منقول ولا انت اللي كتبته إذا ما نقول طبعا بتلالك حتى بيجيب لك مصدر بتاعه بقول لك ده منقول من ويب سايت كده كده يعمل لك فلو عندك ريسيرش ممكن تجي فيو زيرو يعني لو عندك مسموح لك يعني بيرسيتش معين انك انت تنقل الناس بيدرسوا بيعملوا ريسيرش وكده اوكي طيب ده زي الكوبي رايت برضو الكوبي رايت هو الطبيعي برضو ألفت كتاب ما في شخص بيقوم بيطبع الكتاب ده ويوزعه بطريقته إلا بإذن منك وكده كويس قالك أن رايت يوز كان بي ليجالي ليد تو أكشن يعني إذا أنت عملت الحياة ديل خالفت الحياة ديل يعني ممكن يعمل لك شنو؟ ممكن يحاكموك يعني مش كده حاسه تا... انت حتى في في ال... في ال... في, ال... في السوشيال ميديا وفي في اليوتيوب مثلا انت عملت ابلود لفيديو وفيديو ده شخص اخر قبل كده نازل يقول لك الفيديو ده نازل يعني ب... بدك تحذير انك حتى لو جبت اغنيه مثلا أو أي كلام اللي قبل كده مسجلة بقول ده مسجل وده ما تعب لك أنت بتنزله باسمك يعني alright طيب PII personal identification information ده برضو من ال data type ومهم أنه لازم يكون protected personal identification Information used to identify an individual. Your name, your address, your social security number, your date of birth. The كله تعتبر personal identification information or PII targeted by, you know, by cyber criminals. I'm protected by privacy law فالحاجات دي محمي محمية بالقانون انت ما ممكن تشيل مثلا درايفر لايسنس بتاع الشخص او تشيل تشيل بيانات تسرق بياناته لان انت لو شلت اسم الشخص وتاريخ ميلاده و social security number يعني كده انت زي اخدت الشخص كله لانه ممكن you can apply for credit card ممكن تاخد لون تاخد تفتح حساب في البنك تعمل لك شركة باسمه كده تسرقت بياناته ف... فده معرض لشنو وده ده محمية بالقانون فمقوله PII Personal Identification Information PHI الثاني PHI Protect Health Information اي معلومات بخص الهيلث بتاعك صحتك برضو محميه بالقانون امراض اللي عندك الادويه تستعملوا، تستعمله والفحوصات اللي تعملهم وكده دي محميه بالقانون كويس يعني ما تمشي للشخص تقول له يا اخي انت عيان بشنو كويس عندنا طبعا في العالم الثالث عادي جدا يعني الشخص لما يقول لك الليلة ما جيت يقول لك مريض طوالي السؤال الثاني ماسكك شنو؟ وعدوك يعطونه من هبوب وعملت شنو؟ وفلان ده كان ايام بكذا وماسكه كذا وماسكه كذا وماسكه كذا وماسك لكن هنا يونايتد ستيت ما في كلام ده يعني الليلة انت لو غبت من الشغل قلت لهم انا سيك خلاص يعني انت قلت له ايام ما خلاص ما في زول بي بسالك بقول لك ايام بشنو ولا بتاع بيعتبر ده شنو ده Uh, protected health information. <applause> حتى التطعيم يعني ما في شخص بيجي بس على انت هل اخذت تطعيم تا كورونا ولا ما اخذتها ولا فلان اخذ في الشركه ولا بتا... ممكن تقول قانون يقول لكم لازم تاخذوا تطعيم لكن ما في زل بيجي بيقول فلان اخذ تطعيم ولا فلان ما اخذ تطعيم ولا هي هاي يعني. الا لو في جنرال نو no. اذا كان مطلوب في الشغل بكون في ورقه انت بترسله في شكل انكريبتد uh, ميل فالحياة ده اذا ده ترسلهم حتى في الايميل في الشركات الكبيره مثلا في الجوفرمنت ما بمشي لما تكتب سوشيال سيكيورتي نمبر 2001441555 ما بمشي لانه بيجيب لك توالي خط احمر ويقول لك This is از a... PII you have to send it encrypted لازم ترسله مشفر أيضا الفحوصات والحاجات دي كلها لازم يكون مشفرة طيب PII ده قلنا protected health information بكون under شنو protected under شنو under ياتو قانون الأول ال PII ده بكون protected under شنو privacy law قانون الخصوصية مش كده قانون الخصوصية ده الإنسان ما عندك حاجة بلو له برايفيسي لو مش واحد منهم أنه لازم يح... يحمي الـ PII برضو من الـ عندك مسافة معينة ما بتقرب على إنسان مهما يكون مش كده عندك بسموه privacy distance ما أعرف مقداره كم في زول بيعرفه يعني أنت مهما يكون شخص عندك مسافة معينة

Legal Information ده الحاجات الـ Data Related to the Legal's Pursuit الحاجات اللي عنده علاقة بالمحاكم برضو uh, Type of the Data Required بحتاج لشنو High Level Protection For For Client Confidentiality And شنو Legal Privilege لازم يكون برضو محمية بHigh Level الاوراق بتاع القضايا بتاع المحاكم زي عندك أي قضية financial information also one of the data type Data related to the financial transaction انت لما تيجي in the credit card جور كرتك كرت ده ما فيه بيانات فيه credit card number right ده بيكون برضو محمية كويس sales تاكس 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 document bank ده كل حاجات financial information برضو بكون uh, vulnerable ليش target by the cyber crime and fraud and identity thief معرض ل جرائم إلكترونية والفروت والأيدنتيتي thief الناس اللي بيسرقوا البيانات الناس فده مهمية under شنو under PCI DSS the payment card industry data security standards عرفته financial وكم PAI ال ال PHI under HIPAA PII under, you know, under the privacy laws. Another type of the data is called human-readable data or non-human-readable data. Al human-readable data The understandable directly by the human They're data الداتا الكلام العادي البيانات العادية اللي بتكون مكتوبة في شكل document أو spreadsheet أو something like that أي حاجة أنت لما تقرأه تفهمه طوالي ده تعتبر human readable العكس non human readable data required machine or software to interpret. عشان تترجمه محتاج لمشين ماشين ده زي باينري كود والماشين لانجوج الباينري كود طبعا آه تلقى ال كل الكتابة بكون في شكل زيرو ان ون زيرو ان ون اي حاجة ممكن تقلبه زيرو ون زيرو ون زيرو ون اسمك هسه ممكن تقلبه زيرو ون زيرو ون تسموه باينري باينري طبعا اي اكبر رقم فيه 1 واصغر رقم فيه 0 باينري 2 احنا نستعمل ديسيمال فيه 10 ارقام ببدا من 0 لحد 9 وفي hexadecimal ديسيمال ببدا من 0 لحد اف 0 1 hexadecimal ببدا من 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f تعتبر ده ارقام يعني كاتبين f معناه كم 15 مش كده بالديسيمال إذا حولت ال F خمستاشر بالدسمال فده ثلاثة أنواع بتاع number سيستم يعني الشخص اللي ما بيعرفه الأرقام فيه ثلاثة ثلاثة أنواع بائنري وال decimal وال ده إحنا شغالين به العادية أي زول بيكون عارفه من واحد لحد تسعة عشر أرقام بائنري ده لغة الكمبيوتر زيرو 1 hexadecimal ده برضو واحد من لغات الكمبيوتر ببدأ من 0 لحد F contain sensitive data information and require protected إذا كان في في حتى إذا كان human العادي ده طبعا ده human المقروعة ده برضو بحتاج إذا كان في sensitive data في بيانات حساسة مطلوب أنه يكون protected أما ال, ال non readable data اللي بحتاج للمشين يحوله ل readable ده برضو بحتاج لشنو بحتاج لprotection protection حماية طيب داتا تكلمنا كده خلصنا تايب اوف داتا انواع البيانات نشوف الكلاسيفيكيشن كيف نقسم الداتا كويس اننا جوفرمنت ونون جوفرمنت طبعا هنا لما اتكلم جوفرمنت هو بين النظام الامريكي I don't know the other countries the same or different. Okay. Type. الداتا مقسمة في في الجوفرمنت إلى أربع أقسام نن آه. نبدأ من تيت أن الداتا العادية وده بعمل ما بعمل أي دامج يعني إذا سربت في كونفدينشال بعمل دامج إذا سرب الخاص في السيكريت وده بعمل سيريس دامج كويس اذا اذا إيه اتسرى اما في التوب سيكريت ده بعمل جريف دامج بعمل grave دامج ده ال government classification data اما الـ non government انهم بيقولو نفس الحكايه لكن هنا بيقولو شنو الـ unclassified بيسموه public

اذا قلنا نعربهم سري وس... ده انا توب سري سري للغايه مش كده مرات بكون في مستندات بكون خاتين فيه ختم مكتوب سري للغايه وده سري confidential ده شنو خاص I don't know طيب ده الكلام اللي اتكلمنا عنه sensitive confidential public restricted private critical طيب ال sensitive إذا قلنا مثال لل داتا data interactual property P-A-I وال P-H-I رفنا التلاتة دشن confidential very sensitive must be protected must be proved it to you إنت لو شغال في شركة وفي confidential data لازم تاخد approve تفقد الموافقة عشان تقرأ المستندات ده public unclassified not restricted of reviewing data public ما حاجة عام يعني أي زول ممكن يقرأه private classified restricted critical data should always be available طيب

So we're gonna go to next topic. topic. Data status. حالات ال... البيانات. تكلمنا عن أنواع البيانات. تكلمنا عن تقسيم البيانات. شايف ال status of data. داتا عنده ثلاثة حالات زي الموية عنده ثلاثة حالات سيولة وغازية وشنو؟ الموية يكون سائل وغاز وصليب سائلة موية عادية غاز ممكن يكون أي غاز صلب زي السلك أو آيس طيب الداتا برضو عنده ثلاثة حالات data at risk at rest و data in transit و data in use طيب what is data in rest rest معناه مستقر مش كدا data storage in database file system storage is uh, a storage system on active not active moving اي بيانات في database أو في الفايل مخزنة ده تعتبر data in rest داري براحات نوم no. ده لازم يكون شنو لازم يكون encryption method عشان نحميه بياناتك في الهارد ديسك في فلاش درايف لازم يكون محمية تحميه كيف؟ برو بانكريبشن طيب الثانية داتا ان ترانزيت ترانزيت معناها حركة داتا ان ترانزيت الـ داتا ان موشن برضو بقول له متحرك يعني داتا active موفين فروم شنو؟ فروم لوكيشن تو انذر لوكيشن vulnerable to شنو؟ انترابش. ممكن يحصلوا انترابت فده لازم يعملوا شنو ترانسبورت انكريبشن ميثود الطريقه بتاع انه كيف نعمل انكريبشن للداتا المتحرك الداتا اللي في المتحرك مثلا انت عملت ريكويست للداتا لويب سايت لو في حركة داتا بيجيك من ال من السيرفر في كاليفورنيا بتاع جوجل انت قاعد في نيويورك يكون في حركة بتاع داتا فالداتا ده ممكن يحصل له انترسبت ممكن اي زول ممكن ياخد الداتا ده. عشان كده نعمل شنو ترانسبورت انكريبشن ميثود داتا ان يوز actively being create update delete الداتا ان يوز داتا الداتا اللي بيكون في البروسيسين اوريدي انت مثلا طلبت داتا مثلا معلومه معينه من محل معين بيجي في الكمبيوتر بتاعك بيحصل له بروسيس في اثناء البروسيس بيعتبروا داتا ان يوز فده برضو لازم يكون في بروتكشن ميجر بالنسبه له الداتا اللي بيكون في السنتر بروسيسنج يونت في وحده المعالجه المركزيه في الكمبيوتر data in use so this is three type of that data data status data in use data in rest data in motion or data in transit let's go data sovereignty digital data information subject to the law optional of, you know, of the country where it's located انت قاعد في الخليج ولا قاعد في ش... في او قاعد في امريكا اي داتا في اي مكان هذا لشنو؟ هذا لقانون الدولة اللي قاعد فيه مثلا في حاجات ممكن يكون مباح هنا في امريكا ممكن تخزن كداتا لكن خير مصرح به مثلا الحياه الاخلاقيه مثلا احنا كدول اسلاميه ما مصرح بي لكن في الدول الثانيه عادي سو so, عشان كده لازم تراعي انه انت وين تخزن الداتا بتاعك وين تخزن الداتا is very important لانه لو خزنته في مكان خطا انا هتدفع الثمن لازم تراعي the loss بتاع الدول اللي انت بتخزن فيو داتا لما يكون عندك داتا سنتر مثلا انا ما ممكن امشي ابني لي داتا سنتر بتاع مواقع اباحيه في في دول في الشرق الاوسط مثلا لكن في دول طبعا ممكن يكون مسموح فيه لكن ما كل الدول مسموح فيه سو 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 so ده المقصود بالسيادة بتاع الدولة سيبيريتي السيادة لأنه حسي بيقى وضع يعني اختلف لأنه إننا كلاود كومبيوتين البيانات كلها بتكون مخزنة في في كلاود ومرات الشركات تفتش في الدول في أقل ريستريكتد ما فيو تعقيدات شديدة والكوست بتاع بتاع انك تعمل داتا سنتر اقل من ناحيه التكليف كهرباء من ناحيه انفراستراكشر وكده لكن برضو لازم تراعي السياده بتاع القانون بتاع الدوله في ال GDPR General Data Protection Regulation فده protect EU citizen data within the EU بوردرز ده بحمي شنو البيانات بتاع الاتحاد الاوروبي ايو طيب فبرضو بحتاج للكومبلاين لازم يكون مطابق لازم يكون في في تطابق و non-compliant lead to the significant fine انت لو عملت مخالفة ممكن يدوك fine ممكن يدوك fine ticket ممكن يدوك قرامة عالية جدا في تاني data law في China و Russia. alright فسيادة الداتا مهم جدا انك وين انك انت الداتا لازم تراعي القوانين بتاع البلد اوكي okay. نتحول الى داتا سكيوري سكيورين داتا كيف نعمل سكيورين داتا جرافيكال ريستريكتد مثلا داتا ممكن من طريقة سيكيور واحد جرافيكال ريستريكتد إن داتا الجرافيك ريستريكتد restrictions ده زي فانسين الاجهزه مربوطه ب GPS بي وتقدر تحدد صلاحية الداتا في نطاق معين مثلا داتا بس بكون في فلوريدا أو في حدود الشركة

Okay. okay. Encryption. Data security. Wait encryption. then okay. who okay. transfer plain text to the text using you know, algorithm and keys. Protect data data at, at, at rest and transit required uh, decryptions key for you know, for data recovery that column and encryption. Hashing part column going to hash and convert data into the fixed size. Some hash one way, but the hashing use, commonly used for, you know, for the passwords storage. Masking, replace some of, uh, or some or all data within, you know, within بليس هولدر لايك لما تيجي تكتب الايميل تكتب الباسورد مش بس هذاك حاس اكس 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 ده تعتبر حاشن بالنسبه له مثلا دار تكتب السوشيال سيكيورتي بس عليك ستار 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 ده بعمل شنو دي ايدنتيفاي اند ايدنتيفيكيشن ميثود يعني الشخص لو قاعد امامك وانت قاعد تكتب ما يقدر يقراه tokenization replaces sensitive data within the non-sensitive tokens. In a sensitive data. and what's this one? do you see the red line here? I don't know this from where i uh, gonna token gonna replace sensitive data into you know, into using the non-sensitive token for payment process processing for the credit card protection The tokenization the fusion make data unclear or un Unintelligible انتلي انتليب عندك Data داتا لاحظ هنا في داتا هنا مكتوبة مثلا كلام مكتوب لكن تضيف أشياء بيكون شنو unreadable أو unclear سلو لحظة هنا بيكون unclear عشان نعمل شنو عشان نخفيه من شنو unauthorized An, an, يكون an, من unauthorized ununderstandable. يعني طيب أن أذريت وبكون شنو أن يعني شخص حتى لو قرأه ما بيقدر بيفهمه بالضبط شنو كده. طيب أننا uh, also من security data إننا ال على... إننا ال على... segmentation اتكلمنا عن network مش قلنا كنت...

I don't know. Do you see this line here, that line, or only in my screen? Yes, I see it too. I don't know. This one. Um. All right. So, anyway. Okay. You've where... been hacked. <laughs> You've been hacked. What's that? I say you've been hacked. You don't know what this one for. No, I'm not hacked, but uh, the, one of the uh, tools with uh, the PowerPoint, it. Yeah, yeah, I'm just making a joke. That's it. Know. It's not, oh, yeah, yeah, yeah. Now you're talking cybersecurity language, right? You're joking by cybersecurity. That means you're going going right way.

No, this one. Erase all. Oh, cannot erase it. Okay. Um, Gunna segmentation, data segmentation, is a cyber, cyber security techniques that involve to involve, divide it,

طيب إننا ال Permissions Restriction برضو واحد من أنه داتا عشان يكون سكيور لازم يكون في Permission فيه Permission معناه تصريح ولا الوزونات أو إذن المهم ف Define Data Access and Actions through the Access Control List نقوم نقسم الداتا Wah, ngum na di permissions le nas x mina nas read write wah x mina nas kum mustarhlo yes just read x mina nas read write edit delete and so on. Fa ada bukunya reduce the risk of the internal data break. Fa طبعا اذا قلنا البيرميشن احسن حاجه في البيرميشن شنو يكون need تو نو مش كده قلنا اقل اقل نوع من permission يعني انت يدوك الحاجه اللي انت بتحتاج له في الشغل فقط alright good so هناخد break 10 minute break ونجي في راس الساعة الجاي هنتكلم عن resilience عن recovery security architecture okay. نجي في الهد هنا ناخد break alright 10 minute break نجي في راس الساعة 10 minute break not more than 10 okay. stop